أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أن الشراكة الاستراتيجية بين البحرين والمملكة المتحدة الصديقة والتي تنطلق عبر أسس تاريخية متينة من العلاقات بين البلدين الصديقين قد أسهمت في بلورة تعاون وثيق في شتى القطاعات وعززت التفاهم بينهما نحو مختلف القضايا على صعيد منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع سعادة السيد أليستر بيرت وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بالمملكة المتحدة، حيث رحب سموه بزيارة السيد بيرت لمملكة البحرين وما تعكسه من حرص بتبادل الزيارات على كافة المستويات لما لها من أهمية في تأكيد عرى التعاون البحريني البريطاني، مشيدا بدور المملكة المتحدة البارز في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة ودعمها لقضايا الأمن والسلام والاستقرار وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب ومكافحة فكره. وخلال اللقاء استعرض سموه مع سعادة السيد أليستر بيرت عددا من الموضوعات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا موضع اهتمام البلدين الصديقين.